اللي قصدني ما رجعتوش، واللي حبني ما خليتوش. كان كبشي راجل حتى كان خسر ما نبيعوش، فلوسي في راسي مش فكستوش. كبرنا على الزيتونة مش على البريوش، برشا ناس يسهلوني يجاوبهم ما ندروش. ما برشا للهيشة ما حبوش، في بالهم كيما الكباش كيما العلوش. في مكتب الغرام مقروش، ويحبوا يعملوا أبطال كيفاش ما ندروش. وبابا أخويا توا مازلت كي جيت، درنسيبي يا بهين انت فين والحب فين؟ آه التيجر أي جاني وهات وذينة وهات مديدة. التيجر كريم سويسرا، كريم البس قرطاج، أسطورة الغرام كامل الأوصاف، المبدع السفاح الرسام سبحان الخلاق. كنقول الكبش كامل الأوصاف. بالنسبة لي أنا الكبش لازم يكون فيه ثلاثة صفات: العرك، الشبة، الرادسة. الكبش الوحيد اللي في تونس اجتمعت فيه ثلاثة صفات هذما التيجر. بابا أخويا وين ماشي؟ برشا كباش في تونس معركية على الأخر، رادسة على الأخر، أما الشبة ما فماش الله غالب. برشا كباش في تونس مزيانة على الأخر، أما ما هيش معاركة. برشا كباش عرك وشبة، أما ما همش رادسة. بالنسبة لي أنا الكبشة ذي اكتملت فيه ثلاثة صفات اللي ما تكملت في حتى كبش في تاريخ الغرام. بالنسبة لي أنا تسمي لي برشا كباش نقول لك ناقص، تقول لي الكوبرا نقول لك ناقص الشبة. القرن عنده، العرق عنده، الرادسة عنده، بعبوس بدلاد القرن ما شاء الله، أما ما هوش شباب. على خاطر الشبة في الكبش مش أجنح ولا أدرع، لا لا، هما زو ثلاثة كولارات يدلوا على الكبش هذاك الشباب، من السلالة المزيانة لزقع ولا لحم بوسيالة كيما التيجر ولا الخروبي. الألوان هذيما هما يدلوا على زينة الكبش، راهو لا جناح ولا درع ولا حم، ما عندهم حتى علاقة راهم بالشبة، هذيما جوست كباش عادي. أما الكبش المزيان لازم يكون يا كيما التيجر أحم بوسيالة، يا أزقع يا خروبي. كنقول التيجر أنا كبش كامل الأوصاف، كان على الشبة هاكم تشوف، وكان على الرادسة مصلي عني بي على ظروفه، قرنه بعبوسه ومده قرن. القرن بسم الله ما شاء الله لام، راو قرنه الناس تعرف. مشكلتي انا كي نحكي على التيجر برشا مغرمة ميش تعرف ايش قاعد نحكي. الكبشة هذية تخلى الغرام 2011، وفي اون بلوس مات بعد 10 مباريات 2015، 30 جوان 2015 التيجر مات. اخر كومبا لعبها 2014. كي نقول لك على الشبة هاك تشوف، كي نقول لك على الرادسة هاك تشوف، كي نحكي لك على العرك يجاوبك هو. بصفة الكومبا ذي قديمة برشا، وكبش اقدم من مغرمة برشا وبرشا وبرشا وبرشا. جبنا شوية مقتطفات من مبارياته. اي انسان يحب يتفرج في كومبات تيجر يمشي الاول كومنتير في اليوتيوب ولا في الديسكريبسيون، هاو كان ليان يهبطك على الفيسبوك. جبنا كان ثلاثة اطراح اكا هو. انا التيجر اللي ربح الدودي حسين قر والله يرحمه وينعمه، انا التيجر اللي ربحت الباتشينو نبيل الكيلاني، انا التيجر اللي ربحت زوما سليم البنكاجي سليم بطيخ، انا التيجر البحث شكله اميره ريانا، انا التيجر كريم سويسرا البز اللي ربحت وينكم سيف الدين حي الخضره، انا التيجر اللي ربحت لجنح خويا الغالي.
تحصلنا على 7 كومباوات فقط. اللي يعرف 3 كومباوات الاخرين يكتب لنا مع شكون تسيب، وكل مغروم يقول لي هل يتفكر التيجر ولا يعرف التيجر. كلاسيك القديم محليه، اولد سكول، المدرسة القديمة في الغرام. هذه هي قوة غرام الزمان، كي تجيب لك التاريخ من أنحائه، كبش تخلي الغرام 2011، آخر كومبا لعبها 2014، أول بطولة هزها في حياته عام 2012، هز بطولة تونس وعاود هزها عام 2013. نصلي على النبي محمد. على فكرة كي هز البطولة على الأجنح ربحها بدماغ. التيجر كريم سويسر البز، التيجر اللي كانت الناس الكل تستنى منه في وسط أطراح الطرح، حبينا نشوفوه مع البولس سليم البنكيجي، البولس اللي لو ما خانوش قرنه ما يعاركوا حتى فرناني. والتيجر حبت المغرمة الكل تشوفه مع الرهيب كريم قريوة، أما ما كتبتش كيما بوكا حرام وكوبرا، كيما ولد المساكني والتمساح، كيما ولد المساكني وكوبينيو. الموت ما تشاورش، كبش عاش بطل ومات بطل، كبش مات جسمه أما بقى اسمه، كبش جاب القدر لماليه. التوك تقول كريم سويسرا ما تنجمش ما تقولش بعدها التيجر، التوك تقول كريم البز ما تنجمش ما تقولش بعدها التيجر، توك تقول قرطاش في الغرام ما تنجمش ما تذكرش التيجر. كبش خلى بصمة في الغرام، كبش معارك لدرجة أقصى درجة، خطر قليل تلقى كبش مزيان ومعاركي، من القلائل انك تلقى كبش مزيان ومعاركي. انا كتقول لي كبش المزيان ولا معاركي نقول لك كاستيلانو، اما ما عمل شيء ما عمل التيجر. تيجر 10 كومباويت اعتزل الغرام، لا خسر لا بالتريتا لا شرب دماغ لا حد شيء. كبش بعد كارير مطولة 10 فيكتوارات مليح كرمه، و30 جوان 2015 هز ربي امانته. جينيريك التيجر الله غالب تفسخ، ما كان عند مغروم فيكم يهبطوا على اليوتيوب. نحب نقول حاجتين في الغرام، محليه التاريخ، خليك ديما عندك ثقة انك باش تعمل كبش يخلي لك راسك مرفوع في الغرام، خليك ديما عندك ثقة في غرامك اللي باش يجي نهار باش تربط كبش تخلي تونس كاملة تحكي عليه. انا متأكد الفيديو هذا برشا مغرمة باش تشيخة عليه. تصور كبش من 2013 ل 2022 ولعبات تحكي بيه ولعبات تحكي عليه ولعبات تفكر في تاريخه وتصني عني بيه عليه. والله مصلي وسلم على سيدنا محمد. لهنا قوة الغرام، كبش مات 2015 ليومنا هذا بعد 7 سنين من اللي مات. الناس مازلت تشهد بكتاته، تشهد بمبارياته، تشهد بدماغاته، تشهد بالشبة اللي فيه، تشهد بالرجولية اللي عنده، تشهد برجلة متاع ماليه. شفي بالك. الحاجة الثانية نحب نوصلها، ماذا بينا الغرامة ذيا نخلونا نحب بعضنا ونقرب العلاقات من بعضنا. راهي ما هي دايما الحد، كان دامت راي دامت للتيجر، وكان دامت لغيركم راي ما وصلش لكم انتوما، كان دامت راي دامت للرهيب، راي دامت للمساكني، راي دامت البرشة كبيش. ما هي دايما الحد، مجرد غرام، مجرد كيف ما تعايفونيش فيه. نحن ناس زمنيين، ناس مغرمة ودمادم. انا انسان عشرت الهيشة اكثر من البني ادم، بابا خويا معلومات قيمة جبناهم من التاريخ. محليها الغرام برا تفرج متى عينيك، وكان تحب تعرف قيمة كلامي ادخل لول كومنتير واكتب لي كومنتير قل لي شنيا رايك في التيجر وتفرج في كومباواته. برشا محبة برشا قدر على الأيامات اللي فاتوا، 2011 في اللوناس، 2012 في الرقبي، 2013 في بطحة متاع حلق الواد، 2014 في تير البطحة البيضة في الجبل الأحمر. وين ماشي شبة وعرك وقرن، وانا لطوى اللاجي ولا ماني ناسي. برشا ناس بكيت على الظروف، وانا مشني خايف من الخوف، قلت اقبل وعودتها تو. انا مشني موهوب، انا جيت حكيت الحقيقة.
برشا منكم يحبوا يعملوا لي صديقة، وانا خارج من حومة عتيقة باللفايات وباب السويقة. مصلي عني بمحمد، ابونيفو، I love you، je t'aime beaucoup، برشا محبة تيتر من القلب، من احسن ما فما في الغرب.